قال ماذا تقولون في الشيخ يحيى الحجوري والشيخ وليد الطليح ونريد مزيدا من الدورات بإذن الله. بالنسبة للدورات إن شاء الله نحن أعلننا الدورة، حنوريكم وقتها إن شاء الله، بس حسب في برامج قدامي شوية. أما بالنسبة للحجوري ووليد الطليح، الحجوري ده تكلم فيه العلماء الكبار وحذروا منه، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ النجمي قبل زمن طويل جدا، طلعوا فيه أشرطة تكلموا فيه بناء على تخبطه في العقيدة، عنده تخبط في مسائل العقيدة والكلام في الصحابة، عنده تخبط في التعامل مع أهل العلم، عنده تخبط في المسائل العلمية عموما، يتخبط ولسانه سيء في أهل العلم، يسب ويشتم ويلعن إلى آخر الكلام. فالرجل سيء، وإذا جاءك التحذير من أمثال محمد هادي وربيع والفوزان والنجمي وعبيد فحسبك بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل إلى ملي فليحتل. إذا أحلت أنت إلى رجل أمثال هؤلاء فليحتل. ويكفي في كلامهم أنه صدر من علماء، وزد على ذلك صدر مبينا مشروحا في شريط كامل تلقاه في النت تكلموا فيه عن الحجوري ده، رجل سيء وذول فظ. والطليح ده ما تبع له، ودائما التبع انت تلحقهم بالزول، ما هم ربطوا رقبتهم معاه الزول، مين ما ربط رقبته مع زول الحقوا له بس، يعني ما تتعب رقبتك تقول ما هي الماخذ على وليد. وليد تابع لمنو؟ تابع لحجوري. يا خلاص امشي مع الحجوري لحد ما ينفك منه ونشوف موضوعه ثاني شنو. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.